أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة التي تستند إلى أسس قوية من الثقة والاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق المشترك على كافة المجالات. جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة في قصر قضيبية هذا اليوم علي السيد وانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية بمناسبة زيارته للبلاد. في بداية الاستقبال نقل وزير خارجية الصين إلى جلالة الملك المفدى تحيات وتقدير فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وتمنياته الطيبة لشعب مملكة البحرين دوام التقدم والتطور، فيما كلفه جلالته بنقل تحياته إلى فخامة الرئيس الصيني وخالص تمنياته للصين ولشعبها الصديق لمزيد من الرقي والازدهار. وقد رحب جلالته بزيارة الوزير الضيف واستعرض معه سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي لا سيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والعلمية، إضافة إلى تنمية مختلف جوانب التنسيق والعمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ولشعبيهما الصديقين. أكد جلالة الملك المفدى اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها الوثيقة مع جمهورية الصين الشعبية وأنها تولي أهمية خاصة لهذه العلاقات وتتطلع لرفع مستوى التعاون الثنائي على كافة المستويات، ومنوها حفظه الله بالفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المملكة في مختلف القطاعات الحيوية. أعرب جلالته عن تقديره للدور المهم الذي تطلع به الصين على الساحة الدولية بكل ما تتمتع به من ثقل حضاري وسياسي واقتصادي، ومشيدا بدور الجالية الصينية وإسهاماتها الطيبة في تعزيز المسيرة الاقتصادية والتجارية في مملكة البحرين. أعرب جلالة الملك المفدى عن تقدير المملكة للحرص والاهتمام الذي توليه جمهورية الصين لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومعالجة التحديات السياسية والأمنية وتسريع وتيرة التعاون بين دول المنطقة تحقيقا للتنمية ودعم الاقتصاد العالمي، كما تم التطرق إلى مستجدات جائحة كورونا على المستوى العالمي والجهود المبذولة لمواجهتها واحتواء تداعياتها، حيث ثمن جلالته التعاون الفاعل والمثمر بين البلدين وبخاصة في مجال التطعيم المضاد لهذا الوباء وتبادل الخبرات للتعامل مع هذه الجائحة، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على ما حظي به من حفوة الاستقبال وكرم الضيافة واعتزازه بجهود جلالته لتطوير مستوى العلاقات البحرينية الصينية وازدهارها، مؤكدا تطلع جمهورية الصين واهتمامها بتوثيق أوجه التعاون مع مملكة البحرين، وأشاد بدور جلالة الملك في تطور وتقدم البحرين. هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة مادبة غداء تكريما لمعالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق لهم.